لو الحكاية فيها إن فيتو حافظ على أموال أبو تريكة. أكيد القرار دوت صائب لسبب إن الحكومة بتعملش حاجة من فراغ، لازم أمواله دوت بيمشيها في سكة مش مظبوطة، عشان كده الحكومة صدرت أموال. هي الحكومة أصدرت القرار ده عشان في مزاعم إن هو بيدعم الإخوان، هل أنت فاكر إن أبو تريكة؟ أنا معرفش بدعم ولا لأ، بس أكيد الحكومة متأكدة من الكلام دوت. أنا ضد يحافظ على أموال أبو تريكة لأن الأموال بتاعته معلومة، راجل لعيب كورة ومشهور وإعلانات وفلوسه كلها معروف إيه مصدرها، فأنا ضد طبعاً يحافظ على أموال أبو تريكة. بس هو في مزاعم ان هو بيدعم جماعة الاخوان المسلمين. لا هو ما بيدعمش جماعة الاخوان المسلمين، هو كل واحد هيصلي ملتزم يبقى بيدعم جماعة الاخوان المسلمين، يبقى كده هنتحفظ على اموال البلد كلها بالشكل ده. ده اللي انا اعرفه. لا ابو تريكة طبعا عمره مش عيب، كل واحد يرايه يبقى اتجاهه سياسي زي ما هو عايز، الا في بلدنا احنا بس للاسف. هو فلوس هو جايبها هو تعبان فيها، صحته كلها فيها، انما قرار التحفظ بناء على ايه؟ هما حفظوا عليها ليه؟ انا مش مع القرار ده حصل. لو في اي بيانات تانية تقول ان هما حفظوا على القرار يعني لاسباب معينة يبقى انا معاك. لو هو بيدعمهم فعلا يبقى انا مع القرار ده مش موافق. ليه؟ لانه احسن لاعب في مصر لاعب قانون اكيد مش زي انا في مصر، الكره المصريه مش هتجيب زي في مزاعم بتقول ان هو بيدعم جماعه المسلمين، تفتكر هو فعلا بيدعم الاخوان؟ بصراحه مش عارف. تريكة احسن، كان احسن لاعب في مصر ومصر مش هتجيب كام واحد زي دي، وبصراحه عمل مع مصر مكاسب كتيره يستاهل يعني. يعني رايك بقى تحفظ على اعماله موافق ولا رافض؟ لا لا قرار غلط. خطأ ازاي ده؟ يعني اللعيب الوحيد لأي أي جايزة أو بياخدها أو أي حاجة كانوا بيديها له كان بيتبرع بنصها، وأكتر لاعب قريب من ربنا من اللعيبة. هو بصراحة يعني الراجل ده راجل كويس، عمل إنجازات كتير مع النادي الأهلي وعمل إنجازات كتير مع منتخب مصر، فما يستحقش إن يحصل له اللي حصل له ده. هما بيقولوا إن هو إخواني وبتاع ومتطرف والكلام دوت. الرياضة حاجة والسياسة حاجة تانية، إذا كان هو مثلا كل واحد حر في شخصيته، فبالتالي يعني أنا معارض الموضوع إن هم يحافظوا على أموال الكابتن محمد أبو تريكة، لأن طبعا الرياضة حاجة والسياسة حاجة تانية، لازم يعملوا حدة بين الحاجتين، بين الرياضة وبين السياسة. الراجل ده رياضي. طيب تفتكر إن قرار التحفظ ده ممكن يقلل من شعبية أبو تريكة؟ لا طبعا، أبو تريكة راجل محبوب من جميع يعني من جميع الأندية في مصر وفي أفريقيا، كفاية الراجل يعني الحاجات اللي عملها عشان خاطر منتخب مصر. في